وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. يجب أن أعترف أن هذا الفيديو لم يكن في جدولي، ولكن بناء على رغبة الجماهير خصصت هذا الفيديو والفيديو الذي يليه لربما محبوب الكثير من الجماهير مايكل تيل، الذي عرف عنه بالهجوم والهجوم الشرس، ولكن تضحياته كانت دائما مثيرة للشك. ولكن ماذا لو دافع الخصم جيدا؟ بل وماذا إذا أخطأ تيل في أحد النقلات؟ إن الخصم يتحول للهجوم، وهنا يجب عليك أن تكون بنفس القوة مدافعا حتى تحين لك الفرصة للرجوع في الدور. وهذا ما فعله تيل وهو يلاعب أحد الهواة في استعراض متزامن بين عدة لاعبين. هيا نتعرف أولا على تيل. فهو جراند ماستر سوفيتي من أصل لاتفي، وبطل العالم الثامن من سنة 1960 إلى 61، كما إنه بطل العالم في الشطرنج الخاطف 1981، وبطل الاتحاد السوفيتي 5 مرات. وعندما فاز ببطولة الاتحاد السوفيتي كان عمره 20 سنة، وأيضا فهو أصغر بطل عالم في ذلك الوقت 23 سنة بعد فوزه المؤزر على بوتفينيك سنة 60. وهو محبوب جميع اللاعبين ويلقبونه بميتشا، وبعد وفاته تقام بطولة سنوية في ذكراه. أما أقواله فكانت حكيمة للغاية، ولذلك جئت ببعض منها. فهو يقول هناك نوعان من التضحيات، التضحية الصحيحة وتضحياتي. ويجب أن تأخذ خصمك إلى غابة عميقة مظلمة حيث 2+2=5، والممر المؤدي للخارج يتسع لواحد فقط هو أنت. أيضا يقول بالطبع الأخطاء ليست جيدة، ولكن الأخطاء لا يمكن تفاجيها في أي مرحلة وعلى أي مستوى. إن شطرنج بدون أخطاء هو شطرنج لا أعشق. ويقول أيضا حبي للشطرنج هو حب من أول نظرة، وعرفت النجاح في المباريات الحاسمة لأنني أدركت حقيقة بسيطة للغاية، لست أنا القلق فقط ولكن خصمي كذلك. أجد أحيانا تكوين حدثية وأشعر ببساطة إنها صالحة وأنفذها بنجاح على الرقعة، ولكني لا أعرف كيف أترجم هذا الشعور للناس باللغة الآدمية. عندما سألت فيشر لماذا لم يلعب نقلة معينة في أحد أدوارنا، قال حسنا لأنك ضحكت عندما كتبت هذه النقلة وأنا أثق في رأيك. أفكر أولا في تضحية وزيري، ثم الرخ، ثم الفيل، ثم الحصان، ثم البياضق. وأخيرا يقول يجب أن أعترف أنني أحب سماع المشاهدين يتفاعلون عقب تضحيتي بأحد القطع. لا يوجد فنان يختلف في محبة تفاعل الجمهور. والآن هيا نرى هذا الدور الدفاعي الهجومي، مايكل تيل مع أحد الهواة ميلر في استعراض متزامن لوس أنجلوس 1988. تيل بيلعب بالأبيض وبدأ E4، وميلر أمامه وهو أحد الهواة بين 20 لاعبا. يمر عليهم تيل واحدا تلو الآخر، وبدأ بE5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C4، الطابق الهادي. ولو الاسود رد بيشوب C5 هندخل في التفريع الرئيسي من الطابق الهادي، لكن الاسود رد بنايت F6 طالب البيضة، وبكده دخلنا فيما يسمى دفاع الفرسين. ورد تال بD4، وافضل نقلة للاسود هو اخذ البيضة، لكن الاسود لعب D6، وتال اخذ الفرصة ولعب GE5 طالب الحصان، نايت تيكس E4. وهنا تال قام بأحد التضحيات المعروفة في هذا الموقف، بيشوب تيكس F7 تشيك، وبعد كينج F7 كوين D5 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والحصان، وبعد بيشوب E6 تال فاز بالحصان وخرج فائزا ببيضة وموقفه أفضل. والأسود أكمل في تعبئته ببيشوب E7 كسل،
وهنا الاسود لعب دي 5. النقلة دي نقلة سيئة، الاسود بيظن ان بيكسب تمبو على الوزير، لكن للأسف بيعطي الابيض هدية مجانية. بدأ سالك في الصف الخامس، كوين دي 3، كوين دي 7، روك اي 1، روك اف 8، نايت سي 3، كينج اي 8. تال بدأ الهجوم بنايت جي 5، التهديد بأخذ الفيل، والاسود بعد الاخذ الابيض بيستطيع الفوز ببيضة اخر، لكن الاسود بدأ ايضا بهجوم مضاد ببيشوب سي 5. الفيل بيصوب على المربع الضعيف اف 2 بمساعدة الرخ، والموقف اصبح معقد، لكن تال لا يدافع وكمل نايت تيكس اي 6. الاصدقاء القدامى بيعرفوا معنى اللون القرمزي، وهو لون مختص به تال فقط، ومعناها انها نقلة بتزيد الموقف تعقيدا، ولكن الخصم على الرقعة عليه ايجاد الحل الصحيح، والاسود نفذ تهديده ببيشوب اف 2 تشيب، بشوكة للملك والرخ كينج اتش 1 بيشوب تيكس اي 1. هنا تال اخد سريعا الرخ، ودي نقلة سيئة لتال، هتحول الدفة الى الجهة الاخرى، لان النقلة الصحيحة هي نايت تيكس دي 5، وطالب ياخد على المربع اف 7 بكش، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير، ولذلك مجبر على لعب الكينج اي 7. وهنا الابيض بيفوز ببيشوب جي 5 تشيك، ولا يوجد غير الروك اف 6، والابيض بياخد بالبيضة بكش، وبعد جي اف 6 الابيض بيكمل ببيشوب تيكس اف 6، والملك لابد ان يبتعد عن حماية الوزير، والابيض بيفوز بيه وبيفوز بالدور. اذا النايت تيكس دي 5 هي النقلة الصحيحة، والاسود مجبر على الدفاع مؤقتا ببيشوب اي 5، بيحمي بيضة السي 7، وتال هنا يستطيع اخذ الرخ بامان، وبعد روك تيكس اف 8 الابيض بيكمل تعبئته وبيخرج فائزا ببيضة في امان. لكن تال ملعبش نايت دي 5، انما تعجل بلعب نايت تيكس اف 8، وهنا الاسود اخذ بالرخ، واصبح له هجوم مضاد، لان ملك الابيض اسير وراء بيده، والاسود يستطيع لعب الروك اف 1 تشيك ميت لولا وجود الوزير، اللي اصبح مثقل بالاعباء واهمها الدفاع عن المربع اف 1. وتال كمل بيشوب اكس جي 5، وبيسيطر على الوتر بجوار الملك، وحاليا الابيض طالب الفيل، لكن الاسود بدا يستغل اضعاف الصف الاخير، ولعب احد النقلات المتالقه نايت بي 4، والوزير لا يستطيع ترك حمايه المربع اف 1 والا هيتلقى المات، ولذلك لعب كوين اي 2، والاسود مازال بيضغط على الوزير، ولعب نايت تيكس سي 2، ومتاكد ان الوزير لا يستطيع اخذ الحصان والا روك اف 1 تشيك، والاسود بيهدد بلعب الكوين جي 4 طالب الفيل وطالب الوزير، والابيض لا يستطيع حمايه الفيل والا هيترك الوزير، ولا يستطيع اخذ الوزير والا هيترك حمايه المربع اف 1، والموقف اصبح معقد كثيرا، وتال عليه انه يدافع، وبدا بالنقله اي 6 بيغلق الوتر الابيض، وهنا افضل نقله للاسود هي كوين سي 6، ويكمل الدور روك اي 1 نايت اي 1 كوين اي 1، وده موقف متعادل، لكن الابيض افضل قليلا. لكن الاسود ما ذهبش بالوزير للمربع سي 6، ولعب النقلة السيئة كوين دي 6، وهنا تال تنفس الصعداء ولعب نايت بي 5 طالب الوزير، ومن الطريف ان الكمبيوتر هنا اعطى الموقف تفوق كاسح للابيض، ولكن الوصول الى موقف فائز ليس هو الوصول للفوز النهائي، وعلى الطرفين اللعب بطريقة صحيحة. وانقلبت الآية، والوزير لا يستطيع الابتعاد عن حماية المربع سي 7، مثلا لو ذهب للمربع بي 4 هيتلقى المات بنايت سي 7 تشيك ميت، والفيل والبيضة بيحصروا الملك، ومع ذلك الاسود دافع بأحد النقلات الرائعة كوين اي 5. هو وصلنا الى موقف نادر في الشطرنج،
الوزيرين غير محميين وبيطلب بعضهم البعض، لكن لا يستطيع احدهما الاقتراب من الاخر، لان لو الابيض اخذ الوزير هيترك حماية المربع F1 وهيتلقى المات فورا، بينما الاسود ايضا لا يستطيع اخذ الوزير والا ايضا هيتلقى المات. وهنا تال لعب النقلة التي امنت له الفوز بالدور وهي H4، وبيفتح مربع هروب للملك وبيحمي الفيل، وحاليا بيهدد باخذ الوزير. لاحظ ان الاسود لا يستطيع لعب الروك F5 لان الابيض حيفوز بكوين E5، روك E5، نايت C7 تشيك، كينج F8، وهنا الابيض حيلعب النقلة الفائزة E7 تشيك، والاسود مجبر على التضحية بالرخ، وبعد بيشوب E7 تشيك، كينج E7، الابيض حيفوز بروك C1 طالب الحصان الذي لا يستطيع المغادرة والا حيترك الفيل، والابيض حيفوز بقطعة وحيفوز بالدور. ولذلك الروك F5 لا تصلح، والاسود لعب افضل نقلة في هذا الموقف وهي كوين G3، ما زال بيحمي مربع المفتاح C7 وكذلك بيحمي الفيل، ولكن الاهم هو التهديد بروك F2 والتهديد بالمات بالوزير على المربع G2. لكن تال كما هو متمكن من الهجوم متمكن ايضا من الدفاع ولعب روك D1. بغض النظر عن تهديدات الاسود اللي هنحللها بعد قليل، الابيض بيهدد بالاخذ على المربع D5 ثم تشيك ميت على المربع D8، لكن النقلة للاسود اللي لعب النقلة التي ظن انها فائزة روك F2 طالب الوزير وطالب المات، وميلر الهاوي قام من مكانه وهو يقول لقد انتصرت على بطل العالم. لكن عندما اكمل تال دورته وعاد الى الرقعة لعب بدون تفكير نقلة انهت فرحة ميلر، يا ترى ايه هي؟ تال لعب النقلة الساحرة كوين تيكس F2. بعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات رغم انه بيضحي بالوزير، والاسود كمل اجباريا بيشوب تيكس F2، وهنا تال لعب بهدوء روك تيكس D5 طالب المات على المربع D8، والاسود ليس لديه اي دفاع عن هذا المربع سوى التضحية بالوزير، وكمل كوين H4 تشيك بيشوب H4 بيشوب H4. الاسود انقذ الموقف لكن خرج متأخرا بفرق امام بيدق، ولكن ايضا تال لديه بيدق سالك على الصف السادس، وتلاعب بالاسود وكمل نايت تيك سي 7 وفاز ببيدق اخر، وبعد كينج اف 8 لعب روك اف 5 تشيك، والملك لو حاول يبقى في وسط الرقعة هيخسر فورا بروك اف 7 تشيك، والملك لازم يغادر، والابيض هيفوز ببيدق وراءه بيدق اخر وهيفوز بسهولة. ولذلك الكينج اي 7 لا تصلح، والاسود دافع ببيشوب اف 6، وهنا تال لعب عدة نقلات هادئة ولكن حاسمة، بدأها بروك دي 5 والفيل لا يستطيع التحرك من الوتر والا روك دي 8 تشيك والابيض بيفوز، ولا يوجد للاسود نقلة مفيدة، وكمل A6 روك D7 نقلة اخرى هادئة، نايت B4 نقلة اخرى بدون اي هدف، وهنا تال انهى الدور بروك F7 تشيك، والملك مجبر على الذهاب للمربع G8، وتال اخيرا تأكد من الفوز بروك تيكس F6. انهى كل مقاومة للاسود لانه لو اخذ الابيض حيفوز ب E7 والنقلة القادمة حيرقي بحماية الحصان ويفوز، واذا دافع بنايت C6 بيمنع البيدق من التقدم، الابيض حيفوز ايضا بروك F7 بيأمن مربعات الترقية للبيدق وبيفوز بسهولة. ولذلك في الموقف ده ميلر سلم وتال مبتسما هنأه وقال له لكي تكون بطلا العالم لا يكفي ان تكون مهاجما فقط، ولكن مهاجما قويا ومدافعا عنيدا.
وقبل ما اغادر عاوز اقول ان الفيديو القادم ايضا عن تال ولكن في دور مليء بالتضحيات. فالى ان نلتقي اتمنى لكم اوقاتا سعيدة. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.